500 طبيعيه اجزاء الفجات الحياه كلش طبيعيه بس عايزها ميو كهرباء. شو اسم هاي المنطقه الحين؟ هاي منطقه اصلاح زراعي شارع الوسط. طالب الاهالي اللي متبقي بذاك الجانب العوده الى المنطقه، كل شيء ماكو الحمد لله والشكر. اكو تبضع يعني الناس تشتري؟ لا الحمد والشكر اكو تبضع، الحياه طبيعيه كلش طبيعيه، بس قلت لك انا عايز من ميو كهرباء وشغله ثانيه شغله المساعدات. المساعدات عتجي هنا، ناس تاخذ 4-5 حصص وناس ما تاخذ حصه واحده. رجعت الحياه طبيعيه؟ الحمد لله فضل من الله. حيل طبيعي. محتاجينكم هنا شو تطالبون؟ والله بس من المواد الغذائيه، يعني من ناحيه المساعدات الحصص ان شاء الله تعالى. اكو اجواء رمضانيه هنا؟ ايه درجه اولى. فضل من الله. حيل طبيعي. انت تتبضع الناس تشتري؟ ايه نعم. نعم موجود. ليش الكيلو تبيع؟ 500. لقي كلام لقي كلام عوائله هواي رجعت بهاي المنطقه؟ ايه حاليا رجعت. الحمد لله رجعت الحياه الطبيعيه. رجعت الطبيعيه والحمد لله والشكر. ايش محتاجين؟ شو تطالبون؟ والله طالب بس بالمي شويه يساعدنا، الازمه مال المي ماكو. المي والتنظيفات مال الشوارع والهاي. مولدات شغلت؟ مولدات شغلت الحمد لله والشكر. الامبير الساعه ياخذ من عندنا ب 10. ايه شلون تشوف اجواء رمضانيه موجوده؟ والله ما شاء الله نعمه خير 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 وخيرات الحمد لله والشكر. رجعت الحياه الطبيعيه؟ نعم الحياه الطبيعيه ان شاء الله. وضع الامني شلون تشوف؟ نعمه زين. وضع الخدمي؟ زين زين. ايش محتاج ايش تطالبون؟ بس الماي والكهرباء. الحياه طبيعيه؟ والله الحمد لله هسه طبيعيه جدا الحمد لله وهاي الناس كلها رجعت. ايش محتاج ايش تطالبون؟ والله محتاجين نطلب من الاهالي اللي ما رجعوا يرجعون على بيوتهم. نريد المي والماي والكهرباء. المي المي ماكو مي 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 نشتري التانكي ب 10000 دينار. احنا نريد اهم شيء المي. والله بس جيبوا لنا المي كل شيء ما نريد. حافظ يقول خلال 15 يوم ماكو. قال خلال 15 يوم المحافظ جايين وين هذي شهر ما يخالف حركة طبيعية والعالم موجودة وما في شيء زين اكو اجواء رمضانية ايه شلون اكو بس عربة زبيب ماكو هنا الحياة طبيعية شوف المقطع مخضر كله رخيص ايش محتاجين شو طالبين بس نطالب بس بالمية وتنظيفات الشوارع والحمد لله وصلت طالبوا اهل المولدات يشغلون هسه المولدات كم مولده شغلت على الامبير ب10 سيد المحافظ زارني هنا لحق هذا قال بعد 10 ايام يصلكم الميه احنا بعد من تناكر الحوضيات ما دزونا اياها احنا بالبواري الرئيسيه صارت 10 ايام ولا بعد تقريبا صار اسبوع اي والله جاي نسوق احنا نرحب قناه الموصليه وهي دائما مازرتنا بخطوط الاماميه ودائما هي بالخط الصيد وتابع معنويات العوائل الحمد لله مثل ما جاي توضح كاميرتكم الشريفه احوال العوائل رجعت طبيعيه وهذا مثل ما تشوف السوق والناس حياه طبيعيه ان شاء الله.